يحصل وهذا في حياته. ارجع الكره يصير على الكبار يا روكا، ويصير على الانديه العريقه يا روكا، ويصير على اللاعبين الكبار يا روكا، ويصير في الحياه على الرجال يا روكا. ترجع مره ثانيه للهدف الثاني لبرشلونه، الثاني للبرسا عن طريق تشافي هرنانديز. مش معقول، هدف ثاني ولا اروع عن طريق الكابيتانو. خلاص في 21 دقيقة، في 8 متاع الليل بوقت يوكوهاما، باعوا روح الكاس لبرشلونة. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. جول 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 ديل فوتبول كلوب برشلونة. هدف الثاني، شوف الكرة وين دارت وين مشات. أخطاء دفاع رعب من الدفاع البرازيلي أمام الأتاك الكتالوني. والهدف الثاني، مبروك للبرسا الكاس العالمية الثانية، أول فريق يحقق مونديال الأندية مرتين. ما تقوليش كرة عالمية ومتحكي.